طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة ودما النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها ربنا تبارك وتعالى يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ما هو الموت وما طبيعته وما حقيقته وهل حقا كما يقال الموت الحقيقة الوحيدة الموجودة في هذا الكون أم لا كيف يستعد الإنسان لما بعد الموت كيف يزرع أخراه ولما يحرص على دنياه ويخرب أخراه تذكر الموت حلقة جديدة في برنامج دينا قيما أهلا ومرحبا بكم بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج دينا قيما نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين الحبرين الثبتين العدلين اصحاب المعالي والفضيله فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتك اهلا شخنا. وسهلا مرحبا بارك الله فيك ربك في الدنيا والاخره وصاحب المعالي والفضيله فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي مرحبا بفضيلتك شيخ بارك الله بكم ونفع بكم وفيك بارك سيدي الله. سيدي في الحلقه المنصرمه فضيلتك اشرت ان نتكلم في هذه الحلقه حول تذكر الموت نعم لماذا اختيار هذا الموضوع لان كل مخلوق يموت صحيح ولا يبقى الا ذو العزه والجبروت سبحانه والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول نهاية كل حي وما من تعريف جامع مانع للإنسان كتعريف الإمام الجليل الحسن البصري قال الإنسان بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه فأنت زمن أو رأس مالك هو الزمن أو أثمن شيء تملكه هو الزمن ولأنك زمن أقسم الله لك بمطلق الزمن قال لك والعصر جواب القسم إن الإنسان لفي خسر يعني خاسر لو واحد سأل لما الخسارة يا الله قال لأن مضي الزمن وحده يستهلكه فقط الله قبل أن نقول مؤمن غير مؤمن مضي الزمن وحده يستهلكك فالإنسان بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه فرأس مالك هو الزمن أثمن شيء تملكه هو الزمن أنت زمن تمام لذلك هذا الزمن إما أن ينفق استهلاكا أو استثمارا تمام جميل أكلنا وشربنا وسهرنا واستمتعنا ثم جاء الموت فجأة هذا انفاق استهلاكي وخطير جدا نعم. أما البطولة أن تفعل في الزمن الذي سينقضي عملا ينفعك بعد انقضاء الزمن الله أكبر جميل فأنت بضعة أيام إن فعلت الصالحات ثم جاء الموت معك ذخيرة كبيرة لما بعد الموت نعم. فكل مخلوق يموت إذن والعصر إن الإنسان لفي خسر إله جواب القسم خاسر إلا رحمته في إلا ما بعد إلا أركان النجاة إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني لا بد من البحث عن الحقيقة آمنوا ولا بد من التحرك وفقها وعملوا الصالحات تمام ولا بد من الدعوة إليها هي الدعوة إلى الله كفرض عين ولا بد من الصبر على البحث عنها
والعمل بها والدعوة إليها. الله أكبر. جميل، أحسن الله عليك. ما شاء الله. شيخنا، يعني لا أود أن أدخل في تفصيلات الموت وما بعده، ولكن لماذا نخاف من الموت ونخاف من الآخرة ونحب الدنيا؟ أول ما زين إبليس لأبينا آدم زين له قضية الخلد. صحيح. والخلد مطلب إنساني، حتى الذي يعلم سواء المؤمن أو غير المؤمن يعلم أنه فاني في هذه الدنيا، فيحاول أن يبقى خالدا بالتناسل. صحيح. نعم. هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدلهما بغرور. ما الغرور؟ ظن آدم للحظات أنه إن خلد في الدنيا أطاع ربه إلى الخلد، يعني أطاع ربه إلى الأبد، من ظن، من باب الحسن. تمام. فالشيطان يأتي بالسم داخل العسل. هو مدخله طاعة؟ مدخله الكلام كده منمق. الكلام كده منمق. تمام. لكن هو حقيقة الأمر سبحان الله غير ذلك. مع أن الله ضمن لآدم ألا يجوع فيها ولا يعرى وأنه لا يضمن ولا يضحى. لكن لا، لكن هذه يعني الدنيا منغصاتها أنها تنتهي. تمام. منغصها الأساسي كلها نقائص. نعم. تنقص بالمرض وبالابتلاء وبالهم وإلى آخره. لكن مع وجود هذه الأربعة التي ضمنت لآدم ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تضمأ ولا تضحى، قال له أنك تخلد فلا تنتهي ولا تنتهي حياتك. عندئذ أبونا آدم ظن سبحان الله، حتى يقال في كتب السير إن شيث ولده قال له: يا أبتي أتطيع الشيطان وتغضب الرحمن؟ كيف يعني تسمع؟ قال هو لأن ربنا قال: وخاصمهما إني لكما. قال: والله يا بني ما ظننت أن أحدا يخصم كاذبا بالله. كان أبو آدم على الفطرة لسه سليم. طب هل هذا جعلنا نخاف من الموت ونخشى الآخرة؟ طيب. لماذا؟ الإنسان نوعين، مؤمن وغير مؤمن. تمام. المؤمن يخاف ألا يكون قد تقبل له عمل أو ظن أنه عمل خيرا وما هو بخير، فيكون هباء منثور، فهو خائف مما سوف يلقى. تمام. لأنه عنده يقين هيقف بين يدي الله إن الناقد بصير. نعم. خلاص. طيب ده المؤمن، فهو خائف إيه؟ أن يفشل في الحساب، أن يرسب في الحساب، لأن لا فيه لا نقد ولا إبرام ولا استناء. والآخر أحرص الناس على حياة، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لأن الحياة عنده فرصة واحدة ينتهب منها ما يشاء. سليم. فيظلم ويضرب ويقتنص، لأن الحياة هذه فرصة واحدة، فعندما تذكره بالموت تشعر أن هذه الدنيا سوف تسلم منه. سليم. يعني يخاف، فكلاهما خائف، فلا راحة في الدنيا لا للمؤمن ولا للكافر. صحيح. تقول المقولة الفلسفية أو مقولة دكتور محمد راتب بارك الله فيك أنه الموت هو الحقيقة الوحيدة في الحياة أو في الكون، هل هذه صحيحة على إطلاقها؟ الحقيقة أريد أن أبين الإجابة بشكل تفصيلي. تفضل. بين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر. نعم. يقطعها الضوء سبعة دقائق في 8 دقائق. طيب إذا وضعنا واحد بالأرض وأصفار للشمس يعني 156 مليون كيلومتر أصفار وكل ميلي صفر، ما هذا الرقم؟ هذا الرقم فلكي. إذا نسب إلى اللا نهاية صفر. تمام. فنحن مخلوقون للجنة للأبد، مخلوقون. فالذي يختار الدنيا غبي جدا، أنه واحد بالأرض وأصفار للشمس 156 مليون كيلومتر أصفار كل ميلي صفر، هذا الرقم إذا نسب للا نهاية صفر. فالإنسان بضعته أيام. أنا ما فهمت هذا المثل شيخنا. يعني الله عز وجل خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض. تمام. الدليل: إلا من رحم ربك في الجنة ولذلك خلقهم. خلقهم للجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. نحن مخلوقون للجنة، وجنة فيها أبد. أولا يعذب المؤمن يوم القيامة؟ بقدر أخطائه طبعا. طيب يعني هنا يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني أنا أريد أن أوضح لك كلام فضيلة الشيخ، وكلام أنا كلام عالي. أنا لهثت خلفه وما صعدته، ربنا يبارك فيه.
اي رقم بالنسبه الى ما لا نهايه في علم الرياضيات يساوي صفر. تمام. فالانسان يحيا في الحياه رقما 50 سنه 70 سنه 100 عام 150 سنه ها مفيش معامل لكن 150 سنه يبقى صفر بر ايوه يبقى صعب. تمام. هذا الرقم الذي عاشه بالنسبه للاخره لا شيء يساوي صفر سليم يساوي صفر. فانت تحيا في الصفر ورغم ذلك يقول الله لك سوف اقبل منك ما تعمله داخل الصفر. يا الله جميل جميل يعني يعني يرضى القليل منك من العمل. ورغم هذا لماذا نخاف الموت؟ لا نخاف الموت يعني حتى في المثل العود المقاطعة لما نتكلم في الموت يقولوا بعد الشر غير السيرة أعوذ بالله يا عم افتكر حاجة حلوة. شوف من ما هذه الثقافة التي ربينا عليها؟ من داخل المؤمن الصادق يحب لقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. دخلوا على ابن عبد عمر بن عبد العزيز وهو ينازع قالوا يا ابن عبد العزيز قل لا اله الا الله محمد رسول الله. فنظر الى السماء وقال يذكروني بك جمالك في وجهي وذكرك في فمي وحبك في قلبي فكيف تغيب. الله مره ثانيه يا شيخنا صلى الله يعني عمر الله يرضى عنه ذكروه بالشهادتين عند خروج الروح فقال يا رب يذكروني بك. هو حسن الظن بالله عايز يكون له دلاء والله يحب العبد الذي يتدلل عليه. جمالك في وجهي ذكرك في فمي حبك في قلبي فكيف تغيب. لم يغب لا اله الا الله. نعم نعم دموع الرحمه والمغفره ان شاء الله يا شيخ. دموع الرحمه والمغفره يعني انسان فقير جدا وذكي جدا استطاع يقنع من حوله ان يبيعوا أساويرهم كي يقطع بطاقة طائرة لأمريكا ليصل إلى هذا البلد وينال دكتوراه. ذكي جدا فاشتغل بعد الظهر في مطعم قبل الظهر في الجامعة بالليل دراسة أمضى 7 سنوات من أصعب ما يكون موعود ببلده بأعلى منصب وبأجمل بيت فركب الطائرة باتجاه بلده. هذا الموت عند المؤمن. الله كل هالتعب التكليف ضبط النفس ضبط الدخل الإنفاق تربية الأولاد حضور درس العلم كله من أجل الآخرة وصل الآخرة. الآخرة دار تشريف. نعم. الدنيا صحيح. دار تكليف الآخرة دار تشريف. فإذا إنسان وصل إلى حقيقة الموت الموت للعرس المؤمن الموت تحفة المؤمن عرس المؤمن يعني نيل المراد عند الموت. ولذلك فضلتك عندما يعني علمتمونا ان الانسان من لا يحمل يجد مقعده من الجنه او مقعده من النار فيقول يعني علامة تبطئون بجنازتي والله لو تعلمون ما ينتظرون من الخير اسرعتم بها. يبقى هو ده مقبل على خير. لما البكاء مولانا؟ يعني اتذكر الموت. المؤمن اذا دنا اجله يقول لم ارى شرا قط. نعم. والاخر يقول لم ارى خيرا قط. الله اكبر. باعتقادك معالي الدكتور السؤال لكم ما نختم به الحلقه حينما نتذكر الموت ونتكلم في الموت نبكي مع اننا نؤصل من احب لقاء الله احب الله لقاءه يعني المفروض ان نكون في غبطه وفي سعاده وفي سرور. يا مؤمن نحن ننام كل ليله فعندما نستيقظ ندعو الله سبحانه وتعالى ونحمده على ان استرد او رد لنا حياتنا مره اخرى. الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا في النوم الموتة الصغرى. ولذلك العبد رب العباد يذكره كل حين سبحان الله يعني مالك يوم الدين مالك يوم الدين فيفرح الإنسان وتزداد عقيدته ثباتا ويقينه ثباتا أن الذي يملك يوم الدين هو الله رب العالمين الذي يقول لا ظلم اليوم. أما الدنيا بنيت على ظلم فيعني ندعو الله أن نرحل عنها بإيمان. ظلمت يا مولانا في الدنيا؟ والله يعني أنا أشفق على الظالم والله لو يعلم الظالم ما للمظلوم عنده لظن عليه بظلمه. لا إله إلا الله. كلمة أخيرة صاحب الفضيلة دكتورة التوجه. والله الإنسان إذا عرف الطريق إلى الله وسار فيه هو أسعد الناس. ليس على وجه الأرض من هو أسعد من المؤمن لا. إلا يكون أتقى منه. لذلك إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين سليم. تكون أنت أسعدهم. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليك. شكرا لكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثبتين العدلين أصحاب المعالي والفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور
عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك سيد هذا اللقاء. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، شكرا لفضيلتك سيد على هذا اللقاء. وحتى يضمنا لقاء جديد مع تفريج الكربات نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. السلام ورحمة الله وبركاته. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما. احفظ عقلا عينا، احفظ سمعا وفما. أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلم بالدين تربينا. يا فوز من التزم، ربي أدمه علينا. اهدنا دينا قياما. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا